مصلحة الشعب العراقي قبل المصالح الذاتية. موضوع سيدتي العزيزة، موضوع أن يتوصلوا إلى اتفاق، هذا أمنية، ولكن علمتنا التجارب أنهم يتفقون صباحا ليختلفوا مساء، أو يتفقوا مساء ليختلفوا في اليوم الثاني. ولذلك هي المسألة الآن عندما عادت، بدل أن يتفق الجميع كما اتفقوا في قانون الانتخابات على مغادرة المحاصصة ومغادرة الحسابات الضيقة، نجد الآن أن كل الحسابات الضيقة قد حضرت. على سبيل المثال للحصر، أن التعديل الذي أجري بعد النقض الأول كان هو يخص مادة أدخلتنا في مشاكل جديدة، وهو موضوع حصص المحافظات في البرلمان الجديد، وكذلك حصة إقليم كردستان وموضوع كركوك. إذن وكأنما رجعنا مرة أخرى بالعملية. هذا الموضوع ممكن أن يتكرر في أي لقاء مع الكتل السياسية أو مع قادة الكتل السياسية إذا ما اتفقوا، وأتمنى ذلك وأدعو الله مخلصا من هذا المنبر الكريم أن يوفقهم على أن يتخذوا هذا القرار. وهذا القرار في الحقيقة هو قرار شجاع وقرار حاسم لحل المسألة. بخلاف هذا أعتقد أن العودة إلى قانون 2005 لا سامح الله هو، أنا أعتبره هو الإسفين الذي يدق في قلب العملية السياسية. نعم. بالعودة إلى دكتور السعيدي، دكتور ماذا عنك؟ هل متشائم؟ هل تتوقع أم أنك تجزم بأن البرلمان سيتمكن من حشد 165 صوت لرد النقد؟ تفضل. نعم، حقيقة أنا أود أستكمل لما تفضل به زملائي العزيزين. أزمة اليوم أو محنة اليوم هي جزء من حالة الصراع الانتخابي التي هي حقيقة استبقت العملية الانتخابية، وهذا هذه الحالة الاستباقية كان سببها هو سرعة إعلان الكيانات السياسية، سرعة إعلان القوائم الانتخابية منذ فترة مبكرة، مما انعكس على حجم الخلاف والاحتدام الصراع الانتخابي ما بين كل الأطراف. طبعا هذا الصراع هو مشروع، لكن هذا الصراع للأسف سبق العملية الانتخابية وانعكس على قانون الانتخابات، ويشكل أولى ساحات الخلاف ما بين كل القوى السياسية، ليحاول كل طرف أن يعطي صورة لمن يريد أن ينتخبه من كل الأطراف، سواء كان مجلس الرئاسة أو مجلس النواب. الكل يتحمل المسؤولية اليوم في تأخير إقرار هذا القانون، كون أن القضية هي ليست يعني بمستوى الكمال والدقة القانونية. يعني كما ذكر الدكتور الحسيني والدكتور عزيز أنه لا يوجد هناك أحصاء حقيقي سكاني، من المفترض أن يكون هناك أحصاء سكاني تبنى عليه عدد مقاعد مجلس النواب. زيادة عدد مقاعد مجلس النواب بنسبة 50 مقعد من 275 إلى 323 أو 325، حقيقة هذه يعني زيادة مفرطة، يعني 50 مقعد هي ليست بالنسبة الهينة. هذه قضية. القضية الثانية، حدة الصراع والخلاف ما بين القوى السياسية انعكس على حتى على الشارع العراقي. يعني أنا لا، القضية الآن أضحت ما بين القوى السياسية هي قضية اجتهادات وتصورات، كل طرف على الآخر يريد أن يأخذ القانون برؤيته الخاصة حتى يحصل على عدد نسبة من المقاعد للمحافظات التي يعتقد أنه سوف يحصل على أغلبية فيها. فزيادة مقعد على سبيل المثال في دهوك أو نقصان مقعد في البصرة أو زيادة في صلاح الدين، هذه ليست يعني بالمضرة الكبرى. الكل المقعد الذي زاد هنا أو نقص هنا سيشغله أولا وأخيرا هو عراقي، وما سيقوم به من وظيفة هذا المقعد أو هذا الذي يمثل المحافظة هو تشريع قوانين اتحادية أو تشريع قوانين تشمل كل الشعب العراقي. هي لا سوف لن يعني لن تمرر في محافظة دون محافظة أخرى، لأن كما هو معروف هناك مجالس محافظات وهناك حكومات محلية هي بتماس مع هذه المحافظات. بالنتيجة التشنج الذي أصاب كل القوى السياسية في قضية زيادة عدد مقاعد كل محافظة مقعد أو مقعدين، وهو الذي الآن هو حجر عثرة تقريبا، الحجر الأكبر هو هذا، يعني حقيقة مسألة مسيسة ومأخوذة أكثر من حجمها. يعني في بعض الحالات الآن لو تجين تلاحظين حضرتك أنه قد يكون نائب ابن الموصل يشرع بقضية أو يصوت على مشروع قانون قد يلبي طموحات ابن محافظة بغداد، خاصة وأنه القانون هو سيطبق على الجميع. إذن القضية هي ليست بتلك الحساسية، القضية ضخمت من قبل كل القوى السياسية وككرة الثلج التي سرعان ما كبرت وأوصلتنا إلى الأزمة الحالية. يعني حقيقة ما نريد أن نقوله في هذا اللقاء هو أنه ما يعني أنا قبل أكثر من 4 أيام كنت أؤكد أن النقض قادم،
لأن عندما أقر التعديل الثاني للقانون رفعت جلسة البرلمان قبل عيد الأضحى المبارك، وأكد السيد رئيس المجلس على أن الجلسة القادمة ستكون في 8/12/2009. لذلك كأغلب القوى السياسية وأغلب أعضاء مجلس النواب هم لم يلبوا نداء مجلس الرئاسة ونداء مجلس رئاسة مجلس النواب بالجلسات الطارئة، سواء كان من يوم غد واليوم، لأنهم مصرين على أن تكون الجلسة يوم 8/12، وبالنتيجة سوف تتعدى المدة القانونية المسموح بها للسيد الهاشمي في النقض. لذلك النقض أنا أتوقع سيكون هناك نقض قادم للسيد الهاشمي، وأيضا نقض مقابل من قبل مجلس النواب، لكن ما أخشاه ويخشاه أغلب العراقيين أن ما بعد النقض المقابل من المفترض أن يكون هناك مرسوم جمهوري بتوقيع رئيس الجمهورية ونائبيه. لذا أتوقع إذا ما حصل النقض المقابل سوف يكون المرسوم الجمهوري القادم دون توقيع السيد الهاشمي، لأنه كان نقض مقابلا ضد نقضه، وسيمرر القانون ونخشى من تداعيات ما بعد ذلك.